أما هلأ سالي وصلنا مع مسابقتنا قصة وسؤال المستمرة خلال العيد يلي عم ترافقنا فيها زميلتنا هالة السعدي، والجائزة هي دعوة غداء أو عشاء لأربعة أشخاص مقدمة من مقهى المكتب، والتصويت عم يكون عبر كتابة الإجابة الصحيحة على رابط المسابقة على صفحة الفيسبوك للإخبارية السورية. لنتعرف اليوم على المسابقة والسؤال معنا زميلتنا هالة السعدي. سعد صباحك وكل عام وأنت بخير. يسعد صباحك نوري، يسعد صباحك سالي، كل عام وانتم بألف خير. يسعد صباح مشاهدينا وكل عام وهن بألف خير وين ما كانوا عم يشوفونا. طيلة أيام العيد المبارك رح ترافقنا. أكيد هلا، يسعد صباحك وكل عام وانت بخير، إن شاء الله يا رب تحققي كل شيء بتتمنيه. إن شاء الله كمان نفس الشيء بدي لكم، إن شاء الله دائما أيام سوريا دائما أعياد، إن شاء الله بالنصر القريب على كامل الأراضي السورية. هلا مين فاز معنا بالمسابقة امبارح؟ امبارح فاز معنا شخص اسمه أبو فيصل كرم، والجواب طبعا كان كثير سهل، يعني أغلب العالم جتنا التواصل والتفاعل، الشاعر الكبير نزار قباني. يعني مثل ما عم نشوف عم تنعرض الصور هلا، ما بعرف اذا عم تنعرض هلا الصور، صور كمان اسم الفائز. هلا خلينا نكمل مسابقه العيد، شو بدنا نقول لكل ام وعمين بدنا نعايد؟ بدنا نعايد طبعا، نحن حبينا نحن نكمل مشوارنا معكم من رمضان لعيد الفطر السعيد، وتمنى لكم ونقول لكم كل عام وانتم بالف خير، وينعاد على شعبنا وعلى جيشنا بالخير وعلى بلدنا الحبيب سوريا بالف خير. نحن وياكم رح نكمل ونعيش دقائق مع شخصيه تركت بصمه بتاريخنا العربي والانساني، بنتذكر كثير من تفاصيل حياه هي الشخصيه، وبنترك لكم مهمه معرفه اسمها ومعلوماتنا عن الشخصيه بعد الفاصل. شخصيتنا اليوم هو مطرب سوري، ولد بحلب بعام 1933، اشتهر بغناء القدود الحلبية، هو واحد من أشهر الفنانين السوريين، اشتهر بغناء القدود الحلبية والموشحات الأندلسية. درس مطربنا في معهد الموسيقى العربية في حلب ثم بمعهد دمشق، واللي تخرج منه عام 1948، سافر إلى مصر ودرس على أيدي كبار ملحنيها، عاد إلى سوريا ليبدأ تقديم الحفلات بحلب، وسرعان ما ذاع صيته في سوريا وانتشر لعم العالم العربي. قام بعدة رحلات إلى أوروبا والولايات المتحدة، دخل كتاب جينيس للأرقام القياسية عندما قدم حفلة بمدينة كاراكاس فنزويلا غنى فيها لمدة 10 ساعات متواصلة. كان صوت مطربنا وغنائه في إذاعة دمشق فريدا من نوعه، وأدائه وقد كان متمسكا بالطابع الكلاسيكي العربي، واللي ساعده على سلوك هذا الطريق هو مرونة صوته وقوة صنعته خلافا للمطربين المعاصرين الذين يعجزون على أداء هذا الطابع العربي الأصيل، ولأنه بيحتاج لحنجرة قوية صافية وصنعة متينة وصوت مرن يؤدي الحركات الغنائية العربية المطربة بدون تكلف أو عناء، فكان فريد في هذا المسلك. هلا مشاهدينا بتصور يعني كثير سهل نحن سؤالنا اليوم، اكيد كلكم عرفتوه. لا ف صعب كثير، فطبعا مطلوب منا مشاهدينا مطرب القدود الحلبيه الاول طبعا هو فعلا فريد بالعالم، مو بس بالعالم العربي، فريد كحنجره بيملكها. فنحن بدنا نترك لكم اليوم مشاهدينا تبعتوا لنا اسم الشخصيه بالكامل على رابط الاخباريه السوريه على الفيسبوك، واللي راح يكون اول تعليق راح يفوز معنا بدعوه غداء او عشاء بمقهى المكتب لاربعه اشخاص. وطبعا بكره وبعد بكره حكون معكم، وبدي اتمنى لكم ايام عيد فطر سعيد ان شاء الله، وكل ايامكم اعياد، وشكرا كثير لكم. فيني اقول الجواب هلا؟ فينا نقول ما في صعب الاسئله هلا ما في تغشيش ابدا. بدي اقول لك كل عام وانت بخير، واول شيء بدي اقول لك بخير ان شاء الله. شو هالفستان الحلو الجمال؟ شكرا كثير ما شاء الله، يعني النور هو سبحان الله، العيد بيعم علينا كلياتنا سبحان الله. اكيد يا هلا، ان شاء الله يا رب بتنعاد على الجميع بالخير والسلام، وعليكي مره ثانيه وعلى عائلتك. شكرا لك يا هلا. شكرا شكرا. وهلأ نور وصلنا للختام، وأكيد موعدنا بيتجدد برفقتكم خلال أيام العيد بنفس التوقيت الساعة 10 الصبح. كل عام وجيشنا جيش الوطن بألف خير، وأكيد أملنا كبير بنصرنا القريب ببطولاتهم وتضحياتهم على الأرض. ما بننسى نترحم على أرواح شهدائنا يلي بفضلهم نحن مستمرين وبصمود
أكيد أبطالنا على كافة الجغرافيا والمساحة السورية. شكرا لمتابعتكم، نلتقى مرة تانية. بدي عايد عليكي مرة تانية سالي وقول لك كل عام وأنت بألف خير. بدي عايد على جميع مشاهدي الإخبارية السورية وقول لهم كل عام وأنتم بخير. من عايد على جميع رجال الجيش العربي السوري نقول لهم كل عام وأنتم بخير. لجميع أمهات الشهداء، لجميع جرحى الجيش العربي السوري. بدي عايد على والدتي وقول لها كل عام وأنتم بخير. بدي عايد على ماما لينا وقول لها كل عام بخير. بدي عايد على جميع الكادر الفني الموجود معنا من السادسة صباحا لليوم، كل عام وانتم بألف خير. إلى اللقاء.